اخوتي اخواني، اعتقد بانه يعني لن اعود مجددا للحديث عن تحديات منظومة كرة القدم التي تنتظرنا داخل العائلة الكروية في مختلف المستويات. اعود للحديث عن دور العمل الاحترافي المتواصل كوسيلة لا محيد عنها من أجل إقلاع كروي حقيقي في بلادنا، ولكن استغل هذه الفرصة اليوم في شهر رمضان المبارك أتمني لكم ولذويكم ولعائلاتكم شهرا مباركا سعيدا، وكل عام وأنتم وعائلاتكم بألف خير إن شاء الله. أقول أنتهز هذه الفرصة، أقول بأننا على جميع المستويات نحقق بطبيعة الحال تطورا، ليس دائما بالطريقة ولا بالسرعة المرغوبة، ولكن أعتقد أنه في جميع مناحي تطوير كرة القدم وبفضل المجهودات الاستثنائية التي بذلت هذه السنة الاستثنائية بطبيعة الحال التي عرف فيها المغرب كباقي دول العالم جائحة كوفيد-19، بذلت مجهودات استثنائية من طرفكم ومن طرف جميع المتدخلين لإنجاح المواسم الكروية في مختلف الأقسام، ولكن أيضا لإتاحة الفرصة لمختلف الشباب والشرائح والفئات العمرية في مختلف الأقاليم والفرق لممارسة كرة القدم. وهذا هو الذي مكننا جميعا داخل الجامعة الملكية المغربية وداخل مختلف العصب أن نشهد على موسم رياضي كروي مقبول إلى حدود بعيدة. هي فرصة أيضا وباسمكم جميعا وبكل صدق فرصة لنتوجه بالشكر الخالص والجزيل لكل السلطات العمومية والصحية التي رافقتنا خلال هذا الموسم الشاق والصعب والاستثنائي بكل المقاييس. هي فرصة أيضا لنشكر كل الذين ساهموا من قريب أو بعيد في إنجاح الممارسة كما قلت داخل مختلف الفئات، ولكن في ظروف كانت دائما تتسم بالصعوبة، ولن أقف عند تفاصيل كل هذه الإجراءات وكل الأمور التي تمت لمواكبة وللرفع والتخفيف من هذه الضغوط التي تتواصل مع الأسف لحد اليوم، ولكن أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرفع علينا جميعا هذا الوباء في أقرب الأجال وتعود الأمور إلى مجاريها. الأمور إلى مجاريها في كرة القدم هي عودة الجماهير الرياضية إلى الميادين لمساندة أنديتها أولا، ولكن أيضا للاستمتاع بفرجة كروية غابت لأكثر من سنة. اليوم أيها الإخوان، رغم كل كما قلت التطورات التي عرفتها منظومتنا الكروية، وقد كانت الفرصة في الاجتماعات أو في الجموع العامة لمختلف العصب للوقوف عند أهم الأمور التي تمت والتي كما قلت تعتبر في الغالب غير كافية لمعالجة كل الإشكالات، فمن الواجب اليوم أن ندخل إلى جيل ونوع جديد من الإصلاحات، أن نواصل إصلاحات المؤسساتية بشكل عميق، وهو طريق
لا محيد عنه، وكل تفكير أو كل تأني أو عدم القيام بما يجب القيام به يعتبر تضييعا للوقت لا غير. أعتقد أن إخراج هياكل الشركات الرياضية إلى الوجود والدخول في إقرارات وفي تصريحات ابتداء من شهر يوليوز أمر أصبح ضروريا، لا لحتميته وصيرورة هذا الإصلاح الذي بدأناه منذ سنوات، ولكن لأن هذا الإصلاح المؤسساتي للأندية هو الطريق الوحيد لمعالجة مجموعة من الاختلالات ومواجهة مجموعة من المشاكل تعاني منها كرة القدم اليوم، في مقدمتها الاستثمارات التي بإمكانها أن تطور كرة القدم ومنظومة كرة القدم في مختلف تجلياتها، ترسيم وتثبيت حكامة جيدة بإمكانها أن تعطي صورة أفضل لكل المحيط الذي يحيط بالممارسة الكروية. ولهذه الأسباب، الأسباب أخرى تعرفونها في التفاصيل، أعتقد أن من أولى الأولويات التي يجب ترجمتها بشكل كلي غير قابل للنقصان هو هذا المشروع المؤسساتي المهم. وإلى جانب هذا الإصلاح، أعتقد بأنه اليوم وتكون عندنا فرصة ندخل مجموعة من الإصلاحات على القوانين نتاعنا في جمع عام عادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. إن الجمع الانتخابي إن شاء الله سيكون في السنة المقبلة، وبالتالي فهذا الجمع اليوم العادي بعيدا كما قلت عن إشكالات الانتخابات كان فرصة، وبالتنسيق مع المكتب المديري والعصاب الاحترافية والعصبة الهواة أننا ندخل مجموعة من الإصلاحات اللي كان أعتقد جميع بأنه ودي تزيد الممارسة للأمام، سواء من حيث تحسين الحكمة المالية أولا بتثبيت مجموعة من الإجراءات، وفي مقدمتها بأن المسؤولية تاع التدبير تتبقى قائمة بالرغم من انتهاء ولاية أي مسؤول كان داخل المنظومة. المسألة الثانية هو أنه من غير المعقول أن تكون اليوم كونوا لي بيلون تاع لي كلوب عامرين بلي ديت نتاع لي بيرسون فيزيك اللي تا نورمال. دونك عالجنا هاد الاختلالات، عالجنا مجموعة من تاع الاختلالات اللي كتعرفها بطبيعة الحال الهياكل التدبيرية نتاع كرة القدم، سواء في العصاب لي ليسونس لانفورماتيزاسيون باش تكون عندنا لا ميم باز دو دوني الى غير ذلك. خصنا نمشيو في نفس النهج لمواصلة هذه الإصلاحات المؤسساتية الضرورية لإكمال هذا الورش في أقرب الأوقات، وإلى جانبه بطبيعة الحال التكوين الاحترافي لشبابنا سواء كانوا إناثا أو ذكور في مختلف الأقاليم والفرق في مختلف الجهات، والتأطير نتاعهم تأطيرا احترافيا، هذا هو السبيل لتطوير كرة القدم الوطنية وجعلها تسير في سكة عادية من الإنجازات أولا، ولكن تجعلها قبل هذا وذاك أنها تلعب الدور نتاعها الأساسي كركيزة من ركائز الإدماج الاجتماعي لمختلف شرائح الشباب. أعتقد بأنه هذين الورشين، الإصلاح المؤسساتي العميق والذي يبدأ من إخراج الهياكل
هياكل الشركات الرياضية كلية لا مجزأة، وتطوير المنظومة الكروية عبر إيجاد ظروف في التكوين السليم والاحترافي في كل مراحله، ورشان يعطيه دفعة إضافية لكرة القدم، واعتبرهما إصلاحات من جيل يجب أن ينضاف إلى ما تم القيام به لحد اليوم من بنيات تحتية ومحاولات بطبيعة الحال لخلق ظروف تكوين خاصة على مستوى الإدارة التقنية الوطنية وعلى مستوى الفرق من خلال تعزيز مراكز تكوينها. وبهذه التراكمات الواحدة والأخرى والإصلاحات بعد الأخرى بإمكان كرة القدم الوطنية أن تكون في مسار تطوري يضمن لها منافسة الكبار في هذا الإطار في السنوات المقبلة وفي آجال مقبولة. أعرف بأنه في كرة القدم علينا أن نميز بين العمل القاعدي والاستراتيجي واللي خصو برمجة وهيكلة ووقت إلى غير ذلك، وبين الهامش اللي تنقش فيه النتائج. وأعرف بأن تحقيق النتائج اللي هي البرفورمانس في الفوتبول ولا في السبورت دون مانيير جينيرال شيء مهم يضمن أولا توازن لا ايموسيونيل ولا ديسبري نتاع المتتبع للشأن الكروي. وبطبيعة الحال فرق الوطنية الأندية تواصل مسارها بثبات لتركز مكانتها داخل المنظومة القارية، ولكن التحدي وأعرف ذلك جيدا بعد بطبيعة الحال تأهل الفريق الوطني لكأس أفريقيا للأمم، التحدي المقبل الذي يعنينا جميعا والذي سنتعبأ له جميعا إن شاء الله هو أن الفريق الوطني يمشي لثاني مرة على التوالي لكأس العالم. بطبيعة الحال دابا العلاقة بين الهامش نتاع النتائج والمجال نتاع العمل الاستراتيجي في كرة القدم ما تخضرش للجدلية المطلقة، والعلاقة اللي فيها واحد لكوريلاسيون كونفيرمي. ولكن كما قلت في البداية فأهمية الجانبين مسألة ضرورية لضمان التوازن، وفي هذا المجال إن شاء الله خص الفريق الوطني بطبيعة الحال التحدي كما قلت انطلاقا من شهر يونيو، ولكن الهامش الأكبر اللي خصنا نعملوا عليه وعملنا عليه وكنعملوا عليه منذ مدة بالإضافة إلى السيدة الرئيسة والإخوان والأخوات اللي تشتغلوا في كرة القدم النسوية هو أننا نرفعوا من هامش المشاركة ومن الهامش الإيجابي لدى مختلف المنتخبات الوطنية في الفئات النسوية. كانت هذه بعض الخطوط العريضة بطبيعة الحال لميزات أو التي ستميز خاصة مجال اشتغالنا في الوقت القريب. بطبيعة الحال الموسم الرياضي والذي قبل شهرين المغرب أكد مرة أخرى تموقعه داخل المنظومة الكروية للقارية وللعالمية. سنعمل على مأسسة هذا التموقع بشكل أكثر صلابة وأكثر يعني عقلنة لضمان مستقبل قار للمملكة المغربية وللعائلة الكروية المغربية في هذا المجال في المستقبل القريب والبعيد إن شاء الله. شكرا لكم ورمضان مبارك وأشغال جمع عام مباركة إن شاء الله.